بونجورنو توتي، بونجورنو يا بلدي، وبونجورنو لكل عربي وين ما كان. أول شيء يسعدني إني أهنيكم بقدوم عيد الأضحى المبارك. عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير جميع. اليوم راح أقدم لكم بطريقة حرفية تقطيع الخروف. تابعوني خطوة خطوة حتى تعرفوا بالتفصيل كيف فينا نقطع الخروف بكل أجزائه. راح أقدم لكم الطريقة بالتفصيل، تابعوني. مثل ما انكم شايفين انا عندي الخروف جاهز ونظيف. اول شغله بدنا نسويها بدنا نشيل رئتين والقلب والكبده والكلاوي. هلا رح فرجيكم على الطريقه كيف رح تشتغل. اول شيء هيدي الكلاوي، هلا منشيل الكبده الرئتين القلب كلاوي. هلا رح احطهم انا عب الصحن هيك. هلا عنا القلب الخروف الرئتين وهيك عنا الكبده. بهالطريقه انتهينا من اول مرحله. هلا رح نبلش نقطع راس الخروف. هذه الطريقة الحرفية لتنظيف رأس الخروف. هذا لسان عنا جاهز. مثل ما انكم شايفين انا الشيء اللي بيهمني من راس الخروف هو المخ واللسان. خدود الخروف بنستعملهم بعدين للحم المفروم. هلا رح فرجيكم كيف رح نقطع اكتاف وفخذ الخروف. اول كتف، هلا منبلش بالكتف اليساري. هذا الكتف الثاني. في بدنا نقص اللحم اللي ملزق على العظم. اول فخذ هلا بهالطريقه عنا جاهز. هلا هيك بهالطريقة استخرجنا الفخذ الثاني. مثل ما انكم شايفين انا عندي الخروف بيختلف عن الخواريف اللي موجودة عندنا بسوريا او بكل بلاد الشام، ما في لي. هيك بنكون انتهينا من تقطيع اكتاف افخاذ الخروف. هلا بنبدأ بتقطيع ما تبقى. مثل ما انكم شايفين رح افصل الرقبة عن صدر الخروف. بفصل الرقبة بهالطريقة. هلا بدنا نفتح الصدر. رح فرجيكم على الطريقة الحرفية لتقطيع هيدي القطعة صدر وشرسبة الخروف.
هلا بدنا نقطعه بالنص. مثل ما كنتم شايفين بهالطريقة خلصت من فصل أول جهة. هلأ ببدأ بالجهة الثانية. أول شيء بحاول أقطع اللحم الموجود على سرسبة الظهر، وبنرجع بنشتغل بنفس الطريقة لنفصل ثاني جهة. هيك بنكون فصلنا سرسبة الظهر عن الضلع والبطن. هذه منطقة الضلع وبيت الكلاوي، هذه أهم قطعة بالخروف. مثل ما نكون شايفين هذه سرسبة الظهر، هيك بنكون قطعنا الخروف بالنص. مثل ما نكون شايفين عم حاول أفصل كل اللحم اللي موجود، مننظف بهالطريقة الضلع مثل ما نكون شايفين لنفصل كل ضلع عن الثاني. بنحاول نفصل بهالطريقة الضلع. مثل ما نكون شايفين بهالطريقة فصلت كل ضلع الخروف. هلأ رح أقطع منطقة البطن. بهالطريقة صار عنا قطعتين. هلأ رح فرجيكم كيف منسوي الكستولاتة، منقطعهم بهالطريقة. عم قطع الكوستولاتي. هذه القطعة هلأ رح قطعهم واحدة واحدة، بالقطعة الثانية رح قطعهم قطعتين قطعتين. مثل ما نكون شايفين هذا الفيليل رح نقطعهم بهالطريقة. هيك صار معنا ضلع والفيليه. نبدأ بالجهة الثانية مثل ما نكون شايفين بطرف السكين حتى نفصل كتير مليح اللحم الموجود على العظم. بصير مثل ما نكون شايفين بصير كتير سهل فصل الضلع عن الصدر. هلأ منحاول نقطع منطقة الصدر وبطن بهالطريقة على حرف الضلع. هذه وتر، هذه بتنشال كثير قاسيه. هيك بهالطريقه بنكون حصلنا على الشقفه الثانيه من الفيليه. بهالطريقه بنشيل العظم الموجود. بنشيل الدهون الموجوده. نفصل اللحم عن الدهن. أنا رح فرجيكم على هذه الطريقة لتنظيف الفيليه إذا بدكم يكون بس لحم بدون أي شقفة دهن. Okay. مثل ما انكم شايفين هلا هيك صار معنا الفيليه. هلا رح نقطع الكوستولاتي، رح أقطعهم بهالطريقة. خليتهم ضلعين ضلعين مثل ما انكم شايفين لحتى بعدين أقدم لكم إياهم بطريقة تختلف عن أول طريقة. والفيليه نظفته من كل الدهون لنشوي كامل. هيك بنكون انتهينا من الضلع والفيليه. منبلش بتنظيف البطن مع صدر الخروف. بدنا نفصل بهالطريقة اللحم عن العظم الموجود. بنحاول نفصل اللحم عن صدر الخروف بهالطريقة.
بهالطريقة مثل ما شفتوا، نكون انتهينا من ثاني قطعة من البطن. هلا بنبلش بالرقبة. أول شيء بنشيل الغدة الزعترية أو غدة التوت، طبعا بتكون بس بالخواريف الصغيرة. نقطع بهالطريقة الرقبة. انتبهوا كيف عم بيشتغل، عم بقطع على حرف العظم حتى احصل على كل اللحم اللي موجود. مثل ما انتم شايفين براس السكين ضل عم بيشتغل بهالطريقه حتى افصل كل لحم الرقبه عن العظم. هلا رح نشيل مثل ما انتم شايفين هيدي الشقفه وتر الخروف، هيدي شقفه بتنشال منفصلها عن اللحم. مثل ما انكم شايفين من الجهة الثانية بدنا نشيل البلعوم نفصله عن اللحم. هيك بنكون حصلنا على لحم الرقبة. رح قطعه بهالطريقة، طبعا رح يكون قطع مولى شوي للطبخ. طبعا هيدي فيكن كمان تفرموها لحم ناعم لتستعملوها للكفتة او للكباب. مثل ما انكم شايفين بفصل، بشيل كل الدهون اللي موجودة. هيك بقطعتها بهالطريقة، هيدي لحم الرقبة. مثل ما انكم شايفين بعد ما انتهينا من تقطيع لحم الرقبة، اوكي رح فرجيكم على أول طريقة من بطن الخروف. أنا هلا هاني في عندي ملح وفلفل، بدي أحط رشة ملح بهالطريقة. منحط فلفل أسود طبعا. أنا ماني من عشاق كثير بهارات بالحومات، وقت اللحم بتكون طيبة ما لازم يكون في بهارات كثير. أنا راح استعمل الزعتر الأخضر، بنحط شوية زعتر بهالطريقة. بنحاول بنبرمه بهالطريقة. الشقفة اللي من تحت بتكون شوي رفيعة، نقطعها بهالطريقة. هيك بنكون حصلنا على الروستو. هيدي شقفة بنخليها للحم المفروم. رح فرجيكم كيف بنعمل الروستو، كيف بنربطه بالخيط. هلا مثل ما شفتوا انا حطيته من الطول، رح اربطه من جهة بدون ما نشد كثير على اللحم. انا عملت له ربطة، عملته بالطول. هلا بنحطه من تحت مثل ما انكم شايفين، ومنبلش نبرم بالخيط بهالطريقة. طبعا شدة صغيرة على اللحم، ما لازم يكون كتير مشدود. بنرجع بنعمل برمة تانية بهالطريقة بالورب، ومنسكر بنعمل عقدة بالخيط. هيك بهالطريقة بنكون حصلنا على الروستو. هلا بنشتغل بالقطعة الثانية. بنقطعها بالنص. هلا رح سويهم شقف لنعمل صياخ لحم، لأنه هيدي اللحمة كثير مدهنة، اللحم مع الدهن للشوي بيكونوا كثير طيبين إذا عملناهم على الفحم. بنقطع بهالطريقة اللحم. بهالطريقة بكون قطعنا الجهة الثانية من بطن الخروف. أنا مثل ما انكم شايفين حضرت شوية كوسة، فليفلة حمراء، شوية بصل، شوية ورق مريمية. بنحط أول شقفة لحم، بنحط أول شقفة كوسة، بنرجع بنحط شقفة لحم، فليفلة حمراء، لحم، شقفة بصل، ورقة مريمية، شقفة كوسة، لحم، مريمية، فليفلة حمراء. بنحط آخر شقفة لحمة. هيك من القطعة الثانية من بطن الخروف حصلت على 4 صياخ من اللحمة مع الخضريات والمريمية. إذا بدكم تشووهم بالفرن بحرارة 150-160 درجة مو أكثر، وبعدين بآخر 3-4 دقائق بتعلوا الفرن. إذا بدكم تسووهم على الفحم لازم يكون الفحم كتير ناره هادي، لأنه هيدي القطعة من بطن الخروف بدها نار تكون كتير هادية حتى تستوي على مهلها
وتصير محمصة ومقرمشة. رح فرجيكم على طريقتين بالنسبة لاستعمال هذا الخروف. رح نبلش بأول واحد. هلا مثل ما كنتم شايفين بدنا نفصل اللحم عن العظم. هيك بكون وفصلنا كل العظم الموجود، عظم الفخذ. هلا من فخذ الخروف رح اعمل 2 أروستو. بنحاول نقطع الاحراف حتى نحصل على شكل يكون متساوي. بنملحهم وبنحط شوية فلفل اسود. مثل ما كنتوا شايفين انا مقطع ورق المرقدوش. هيدا بالعادة بيستعملوا كتير بالنسبة للأروستو وحتى لأنواع الشوربات. بعد ما قطعتهم شوي رح حط شوي على الوجه. نحط عرق روزمارينو. روزمارينو مع اللحومات وبالأخص الأروستو كتير كتير طيب. هيك بنكون حصلنا على أول الروستو. هلأ بنشتغل الشقفة الثانية بنفس الطريقة. بنجيب الخيط هذا اللي بيستعمل للأروستو، بنعمل أول عقدة وبنرجع بنبرم، بنعمل برمات بهالطريقة حوالي قطعة اللحم مع ضغط شي بسيط، وبنحط عرق روزمارينو بهالطريقة، وبنرجع بنسكر بنعمل برمة ثانية لحتى نوصل للطرف الخيط من الجهة الثانية، وبنرجع بنسكر بنعمل عقدة. بنسكر بهالطريقة، بنقطع الخيط. هيك بنكون حصلنا على الثاني الروستو من أول فخذ. بنرجع بنشتغل بتاني قطعة بنفس الطريقة. هذا فخذ الخروف الثاني راح اقدم لكم اياه بطريقه بتختلف عن اول فخذ، لاعمل قطع حتى نسويها بقلي او شوي. الفخذ بيتكون من عده عضلات. بنحاول نفصل كل عضله عن عضلتها، كل قطعه لحم عن قطعه ثانيه. ما بعرف شو اسمهم بالضبط بالعربي هيدي القطع. هلا هيدا اسمه لوسكاموني بالايطالي، ما بعرف اذا بتسموها الموزه. هيك بكون نظفته، شلت عنه كل الدهون. بنقطع بهالطريقه مثل ما انتم شايفين. اللحمه لازم تنقطع بالورب هذه حتى نعملها ستيك. بنعملها شقف مقليه او شقف مشويه. بنقطعهم هالي بهالشكل بالطول. هيدي القطعه هن نحن بنسميها فيزا، كتير طيبة. رح قطعها مثل ما كنتم شايفين بهالشكل. هيدي بتتسوي شرايح اللحم الستيك بهالطريقة. طبعا لازم تتقطع تكون شوي سميكة. مثل ما كنتم شايفين هيك حصلنا على ستيك بهالطريقة. بكون قدمت لكم طريقتين لاستعمال فخذ الخروف. هلا رح نبلش بكتف الخروف. أول شيء رح بلش بفصل اللحم عن العظم. بنشتغل دائما على حرف العظم. فصل اللحم دائما بهالطريقة. بنشتغل حوالي مفصل الكتف بهالطريقة، وبنحاول نفصل كل اللحم الموجود. مثل ما انكم شايفين نفصل كتير منيح اللحم على عظمة الكتف.
بنشيل أول المفصل بعدين عظمة الكتف، هيك بنكون فصلنا ثاني قطعة من عظم الكتف، بنكون حصلنا على هيدي القطعة بالكتف الثاني. بننهي فصل اللحم من على عظمة الكتف، بنكون حصلنا على هذا الشكل من اللحم الكتف. راح اشتغل بهالطريقة هلا الكتفين مع بعضهم، لانه عندي الخروف صغير. راح فرجيكم على طريقة لاعمل الروستو. راح احط فلفل وملح وراح احطهم مثل ما يكون شايفين على بعضهم بهالطريقة. بنكون حصلنا على شقفتين محطوطين على بعضهم، رح نعمل الروستو فيهم، بس طريقته رح تختلف طهية عن باقي الروستو اللي عملناهن. هيك بنكون حصلنا على الروستو بعد ما قطعنا كل اجزاء الخروف. هلا انا هيدا اللحم الزايد رح نستعملها حتى نعمل لحم مفروم. رح افرمهم على المكنه. هيك بهالطريقه بنكون حصلنا على اللحم المفروم. انا مثل ما انتم شايفين عم اقطع شويه روزمارينو، مثل ما انتم شايفين جابت كمان سنتوم. رح اقطعهم كلياتهم مع بعضهم بهالطريقة. مثل ما انكم شايفين قطعته، عم قطعه كتير كتير ناعم. رح احطه فوق اللحم المفروم. رح احط ملح وفلفل اسود. رح اخلطهم مع بعضهم. بعد ما خلطناهم مليح مع بعضهم، هلا رح اعمل همبرجر. عم بعملهم بهالطريقه على شكل اقراص، ماني كثير سماك. لحم الخروف بيختلف عن لحم العجل او لحم البقر، ما لازم يكون سماكته كثير كبيره والقطعه ما لازم تكون كثير كبيره، لانه بالشوي بنحصل على نتيجه احسن. مثل ما انكم شايفين عم بشتغل، عم سوي قطع صغيره كرويه. مثل ما انكم شايفين انا عم اقطع العظم بهالطريقه شقف صغيره، لاني رح فرجيكم على طريقه كيف بنسوي زوم عظم اللحم لنستعمله لكل الاكلات وبالاخص اللحوم المشويه والروستو. هيدي رح تكون وصفه كثير كثير مهمه. مثل ما انكم شايفين بعد ما قدمت لكم كيف بيتقطع الخروف بطريقه حرفيه، لانه الطباخ لازم يكون كمان جزار، يكون عنده معرفه وعلم بكل اجزاء الخروف ويعرف كيف يستخدم كل قطعه، وكل قطعه بالخروف بيكون لها طريقه للطهي للشوي. انا راح اقدم لكم بالفيديوهات المستقبليه كل قطعه، كل جزء من الخروف كيف بينعمل، كيف بينطبخ بالطريقه الايطاليه. راح اقدم لكم اجزاء الخروف اللي قطعناهم. اول شيء رح نبدا الكوستوليتي والفيليه. الستيك اللي عملناه من فخد الخروف. الفيليه اللي جهزته بطريقه ثانيه بس لحتى نبقى نشوي كامل، والضلع الخروف اللي خليتهم ضلعين ضلعين. عندنا هون الروستو من فخاد الخروف، وفي هون الروستو اللي عملناه من بطن الخروف. طريقة طهيه بتختلف عن الروستو الثاني. اللحم المفروم اللي عملناه انا جهزته بهالطريقة لنستعمله لنعمل صحن اسمه بولبيتيني هاني بالايطالي. مثل ما نكون شايفين عنا الكبدة والرئتين والكلاوة والقلب، وهاني انا عندي كمان من راس الخروف لسان ومخ الخروف،
وهالي اللي هن كمان كتير كتير طيبين. الغدة الزعترية، لحم الرقبة مثل ما انكم شايفين انا قطعته بهالشكل حتى اقدم لكم وصفة مخصوص للحم الرقبة. انا استعملت لحم كتفين الخروف لاعمل نوع كمان من الاروستو، وعملنا لحم مشكوك بالصيخ من بطن الخروف مع الخضريات مثل ما انكم شايفين بهالشكل. وعملت الهامبورجر باللحم المفروم بس خلطته بملح وفلفل اسود مع روزمارينو وشويه ثوم. اخر شيء هيدي العصاعيص او عظم الخروف. اليوم ما في شيء دوقه، ما في شيء للدواء، بس بالفيديوهات المستقبلية رح فرجيكم على كتير وصفات لكل جزء من أجزاء الخروف. إذا عجبتكم الوصفة اشتركوا بقناتي وتابعوني. حضن كبير للكل.